مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. خطة تطوير المطارات أمام الرئيس. الخارجية ترد على إيران. أحمد عماد يكشف تفاصيل قانون التأمين الصحي. مصر بلد الأمن والأمان، والسفير الألماني يقدم الدليل. وإليكم تفاصيل النشرة. تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز قدراته، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء وشريف فتحي وزير الطيران المدني، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع ودوره المباشر في زيادة حركة السفر والسياحة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما ناقش الاجتماع زيادة حجم أسطول طائرات مصر للطيران لتعزيز قدرة الشركة التنافسية ومكانتها العالمية في ظل ما تملكه من قدرات وكفاءات بشرية، فضلا عن الخطط الحالية لتطوير المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية بما يسهم في رفع قدرتها على استيعاب المزيد من حركة الركاب وتوفير خدمة متميزة لهم. الخارجية ترد على إيران. فقد عقب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على ما زعمته الخارجية الإيرانية بشأن موقف القاهرة تجاه طهران ودور مصر الإقليمي قائلا إن تلك التصريحات تثير علامات استفهام، خاصة ما يتعلق منها بمواقف مصر التاريخية تجاه منطقة الشرق الأوسط وعوامل الاستقرار فيها، مؤكدا أن أحد أهم أهداف سياستها الخارجية هو الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار الدول العربية خاصة دول الخليج التي تعد ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة. هذا وأكد أحمد أبو زيد على أن دعوة مصر الدائمة إلى ضرورة احترام مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلاقات حسن الجوار والحفاظ على تماسك الدولة الوطنية ونبذ الطائفية ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف كلها تصب في أهداف دعم استقرار الشرق الأوسط والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد قال إن مصر يمكنها أن تؤدي دورا أكبر في أمن واستقرار المنطقة، زاعما أنه لا وجود لمثل هذا الدور الآن. تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بشكل تدريجي، هذا ما كشف عنه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مشيرا إلى بداية التطبيق العام المقبل ليكتمل ويغطي الجمهورية بالكامل عام 2032، موضحا أن البعض قد يرى أنه وقت طويل جدا، لكن عندما نتابع منظومة التأمين الصحي على مستوى العالم سنجد أن بعض دول العالم قد أخذت وقتا أطول، ضاربا المثل بألمانيا التي استغرق تطبيقها للقانون 70 عاما وحققت هذه المنظومة بالضبط في عام 1950 بعد الحرب العالمية الثانية، مشددا على أنه لكي ينجح قانون التأمين الصحي فلا بد من أن يكون له نظام قوي وملاءة مالية تعطيه استدامة حتى لا يسقط في المنتصف. على جانب آخر، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن ما يثار حول المدارس اليابانية وطبيعة علاقة الجانب الياباني بالمشروع وإلغاء الشراكة مع مصر لا أساس له، قائلا أرجو ألا نسترسل في هذا الجدل المبني على اجتهادات خاطئة. وكان مركز معلومات الوزراء قد أوضح أن تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين، ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة. بلد الأمن والأمان، وهذا هو الدليل. فقد أكد السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج لوي أن مصر تعد من البلاد الآمنة تماما باستثناء شريط جغرافي محدود للغاية، وتسير الأمور بشكل مثالي بمحافظات الجمهورية وذلك بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن الإرهاب تشهده دول عديدة وليس في مصر فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قائلا خلال المؤتمر الصحفي بكلية الأداب بجامعة المنوفية في إطار أنشطة تنظمها مؤسسات ألمانية في مصر: لدينا أكبر نسبة سياحة في مصر بعدد 615,000 سائح. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.